رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحيبنا كبير اليوم بفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية والوفد المرافق لفخامته، خصوصا وهي أول زيارة خارجية له بعد تسلمه مهامه، فأهلا وسهلا ومرحبا به. مرت الجمهورية الإسلامية بمنعطف حاد بفقدها الأليم والحادث المأساوي الذي أخذ منا صديقا عزيزا للعراق، وهو الرئيس الشهيد السيد رئيسي ورفاقه، فالرحمة والرضوان عليهم. ونشد مجددا على يد فخامة الرئيس وهو يتصدى لمهامه، متمنين لفخامته كل التوفيق والنجاح. لا نقول شيئا جديدا إذا وصفنا العلاقة العراقية الإيرانية بمستواها العالي، فهي تضم عددا لا يحصى من الروابط التاريخية والدينية والثقافية والمصالح والتعايش الثنائي، العلاقة المتينة القديمة جدا بين الشعبين المسلمين الجارين. هذا الجوار التاريخي يمكن بسهولة أن يترجم إلى أعلى مستويات التعاون والشراكة والعمل الثنائي من أجل مصالح شعبينا، وكل ما يساعد على مواجهة التحديات الراهنة ودعم الاستقرار. الملف الاقتصادي المشترك هو بوابة مهمة لتحقيق تطلعات شعبينا المسلمين الجارين. في اجتماعين ناقشنا مختلف الآليات التي من شأنها أن تنهض في هذا الملف المهم والحيوي. أيضا تناولت المباحثات الشراكة الثنائية الاستراتيجية البناءة والواسعة والمتعددة المجالات، وهذه الشراكة ركيزة أساسية في تحقيق متطلبات شعبينا وداعم أساسي لخطط الحكومتين ومفتاح للتكامل الاقتصادي. أكدت أيضا المباحثات الثنائية على تعزيز خطوط النقل والربط اللوجستي بين البلدين، فقد قطعنا شوط مهم في تنفيذ مشروع الربط السككي لنقل المسافرين خط بصرة شلامشة، وهو ما سيخدم سهولة انتقال مواطني البلدين خاصة في مواسم الزيارات الدينية. أيضا بحثنا أهمية تفعيل الربط لنقل البضائع، وخصوصا مع مشروعنا الكبير مشروع طريق التنمية. كذلك تناولنا المشاريع الأخرى، ومنها مشروع الطريق البري خسروي المنذرية بغداد، حيث نعمل على إحالة المنفذ الحدودي في تلك المنطقة ليكون جاهزا لهذا الربط والخط الاستراتيجي المهم. أيضا ركزنا على مشروع المناطق الصناعية الحدودية، والتي تم تهيئتها في 3 محافظات، في واسط قرب مدينة جصان، وفي محافظة ميسان، وفي محافظة البصرة، وأيضا المدينة الاقتصادية التي خصصنا لها 2000 دونم في زرباطية. كذلك تطرقنا إلى عمل الشركات الإيرانية، خصوصا أنها شركات كفوءة ومقتدرة، وسبق وأن نفذت مشاريع مهمة في مجال البنى التحتية. موقف العراق أيضا كان واضح كحكومة ومن خلال الوزارات المهمة لتوسعة التعاون الاقتصادي
الإيراني مع دول المنطقة. كلما اتسعت هذه الشراكات فإنها تنعكس إيجابا على مستوى الاستقرار الإقليمي. اليوم وقعنا نحو 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة ومتعددة، ستمثل مع مذكرات التفاهم الموقعة سابقا خارطة عمل واعدة للمضي في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. لا يفوتنا أن نوجه إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية الشكر لدورهم ومساهمتهم في الوصول إلى اتفاق شراء الغاز مع جمهورية تركمانستان، كذلك موقفهم الداعم للعراق في تجهيز الغاز لتشغيل محطات الكهرباء رغم الظروف التي رافقت تسديد المستحقات بسبب العقوبات الظالمة. بطبيعة الحال وفي ظل الظروف والتصعيد الذي تشهده المنطقة، فقد تحدثنا كثيرا في أهمية الاستقرار، هذا الاستقرار الذي يهدده العدوان الصهيوني في غزة والذي تجاوز كل الأطر القانونية والأخلاقية أمام عجز وفشل المجتمع الدولي للقيام بواجباته، خصوصا وأن عملية الإبادة الجماعية مستمرة يوميا لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة. مواقفنا المشتركة إزاء هذا العدوان واضحة وصلبة، وأننا أكدنا في أكثر من مناسبة على رفض توسعة الصراع وضد خرق سيادة الدول وأهمية دور المجتمع الدولي في أن يطلع بمهامه القانونية والأخلاقية. كذلك تطرقنا إلى الجانب الأمني والتعاون الثنائي، حيث أكدنا موقفنا المبدئي والدستوري والقانوني بعدم السماح لأي جهة كانت بارتكاب عدوان أو عمل مسلح أو تهديد عابر للحدود ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتخذ منطلق من الأراضي العراقية. نجحنا في الاتفاق على ضبط الأوضاع الأمنية عند المناطق الحدودية، واللجنة الثنائية الأمنية مستمرة بالتزاماتها وأداء مهامها. كذلك التواصل مستمر بين الأجهزة الأمنية بخصوص مسك الحدود ومنع كل أشكال التهريب التي تضر بالأمن الداخلي لكلا البلدين. هذه الزيارة مهمة وتمثل قوة دافعة لمسار العلاقات الثنائية المتنامية في ظل وجود الإرادة والرغبة الصادقة لقيادة البلدين نحو المزيد من التعاون والتكامل. أكرر الترحيب بكم فخامة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أتقدم بالشكر لدولة السيد رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية الذي التقيت به وغيرهما من المسؤولين الذين التقينا بهم أو سنلتقي بهم. إنه لفرصة سانحة بالنسبة لي أن أكون في أول زيارة خارجية لي بعد تولي منصب الرئاسة في إيران، أن أكون في أول محطة خارجية في العراق لألتقي بالإخوة والأخوان والإخوان، وأنه لكان مهما بالنسبة لي أن أزور هذا البلد قبل أن أتوجه إلى الولايات المتحدة. كنت أرغب في متابعة العمل بشأن الاتفاقيات المبرمة سابقاً أو الاتفاقيات التي عقدت اليوم، المذكرات التفاهم التي أبرمت اليوم
تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين. إننا تحدثنا بشأن الموقع الجيوستراتيجي الذي يتمتع به العراق وإيران، مما يمكنهما من التحول إلى نقطة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. ناقشنا هذا الموضوع واتفقنا على تشكيل فريق من الخبراء بين البلدين، وسيتولى هذا الفريق وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد تؤسس لتعاون أوسع بين البلدين استغلالا للفرص المتاحة لدى البلدين. ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإننا بحاجة إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين البلدين بشكل كامل، لنردع بذلك الإرهابيين والأعداء الذين يستهدفون أو يريدون استهداف الأمن والاستقرار في المنطقة. لصد هؤلاء فإننا بحاجة إلى اتفاقيات أمنية وتعاون في هذا المجال لكي نتعاون فيما بيننا لمحاربة الإرهاب الداعشي والتهريب. إن الاتفاقيات التي أبرمت لحد الآن قد حققت نتائج جيدة، ولما وصلت الطريق فإننا بحاجة إلى تشخيص نقاط الضعف في الاتفاقيات السابقة وإزالتها. إننا في إيران جاهزون لذلك فكريا واعتقاديا. أنا أعتقد أن الدول الإسلامية شقيقة، ورسالة الله لنا جميعا هي اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن الفرقة هي شفا حفرة النار التي قد وأن الفرقة هي ما تدفعنا أو يدفعنا إلى شفا النار هذه. إننا نريد العراق قويا ومستقرا وآمنا ومستقلا، يسوده أو تسوده الأخوة والهدوء، وفي ظل وجود عراق آمن مزدهر سيكون بمقدورنا أن نبني علاقات أخوية بين الجانبين. هذه الزيارة تمثل فرصة عظيمة بالنسبة لنا لنناقش معا وجهات نظرنا ونرسم الخطوات المستقبلية، وعلى أساس ما تم الاتفاق عليه سيعقد الطرفان اجتماعات تخصصية لصياغة المعاهدات والاتفاقيات اللاحقة. إنه كان يوما جيدا بالنسبة لي فيما يتعلق بما اتفقنا عليه، فأنا أتعهد بأن أكون ملتزما به، وعند عودتي إلى إيران سأتابعه بكل جدية، وآمل أن يكون الجانب العراقي على نفس النهج. وإذا ما حصل أي مشكلة في سياق متابعة هذه التفاهمات والتوافقات سوف أكون على تواصل مباشر مع الأخ السوداني لكي لا يتوقف العمل. أما فيما يتعلق بأحداث المنطقة فإن الكيان الإسرائيلي القاتل الذي يرتكب الإبادة الجماعية والحكومات الداعمة له والتي تتشدق بحقوق الإنسان بينما هي
من يرتكب أبشع الجرائم بحق البشرية. إن الكيان الإسرائيلي بما يرتكبه في غزة يكشف القناع عن حقيقة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وزيف إدعاءاتها بشأن حقوق الإنسان. الكيان الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق النساء والأطفال، الشباب والمسنين يقصفون المستشفيات والمدارس، وكل هذه الجرائم ترتكب بالذخائر والقنابل الأوروبية والأمريكية. وإذا ما أراد أحد من الفلسطينيين الدفاع عن نفسه يتهمونه بالإرهاب، يطلقون اسم الإرهابي على من يريد الدفاع عن نفسه، وهذه أدبيات جديدة يسعون إلى تثبيتها في العالم. آمل أن ننجح كمسلمين ومن خلال الوحدة فيما بيننا أن ننجح في ردع هؤلاء، ولتحقيق هذا الهدف نحن بحاجة إلى الوحدة والتماسك فيما بيننا. أسأل الله أن يمن علينا بهذه الوحدة وهذا التماسك، وأن يمكننا من تعزيزه إن شاء الله، وشكراً.